احنا مين، حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. أهلا بحضراتكم، رجاء محبة جديدة على القناة يفعل زرار الجرس وزرار الفولو. هنبدأ بنعمة ربنا النهاردة مع أمثال السيد المسيح وتعليقات مين، تعليقات عباس محمود العقاد على أمثال السيد المسيح. العقاد استاذنكم مشاركات الاصدقاء عشان نبدا البث. سيد المسيح، أهلا 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 أهلا. استاذنكم عمل لايكات على البس. ومشاركات للبس عشان نبدأ. أهلا إليسا، إليسا مشاركات يا جماعة، عايزين الناس تعرف ان البث هيبتدي. ساعدني في السماء بإذن الله. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا، مواضيعك شيقة. تعيش 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 تعيش. سلام الرب ومريم العذراء والقديسين. أمين أمين، هللويا أمين آمين آمين. في نعمتي الرب يباركك ويبارك خدمتك. تعيش. شكرا 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 شكرا. استاذنك شو الموضوع؟ الموضوع نتكلم عن كلام عباس محمود العقاد الذي تكلم عن أمثال السيد المسيح. تكلم عن أمثال السيد المسيح عباس محمود العقاد. ايه اللي جديد على القناة تيك توك او اليوتيوب؟ يفعل الجرس هنا وهناك، وفولو هنا وسبسكرايب هناك. عباس محمود العقاد كتب كتاب اسمه ليه مرات تطلعه وتنظره، عشان انا ما بحبش المناظرات، ماليش في جو المناظرات. عندك شبهة اكتبها ونرد عليها ونخلص، لكن جو الاصل لازم الشتايم ما بحبوش، لان انا لو لساني فلت هرزع في اي حد، انا ما بحبش كده. ماشي. الأستاذ محمد عباس العقاد في كتابه عبقرية المسيح عن أمثال المسيح، عايز أثبت لك إن المسيح هو الله. خش على قناتي على اليوتيوب هتلاقي إثباتات بالعبيط، خش واتفرج كتير كتير كتير، اتفرج وعيش عبقرية المسيح. تمام. ابتعد المسيح عن التعديات، كانش معقد،
الأسلوب وقعقعة العبارات، لأنه صاحب السلطان مش زي الكتبة، مش زي الكتبة. فالله لما بيحب يعمل حاجة مش زي الكتبة، هو صاحب السلطان. وده نمط مش أي حد يعرف يعمله في الوعظ، مش أي حد يعرف يعمله في الوعظ. كمان عظات المسيح وأمثاله كان فيها تفكير، فيها تشغيل دماغ، والناس لما بيسمعوه يحسوا إن الكلام غريب وقريب في نفس الوقت. قريب بسبب بلاغة القائل، غريب لأنهم مش متعودين على هذا النوع وهذا النمط. اقرا الانجيل وخش على قناه اليوتيوب مولانا يوحنا. يا هلا مولانا يوحنا، اي ريبورت، اي اكونت بيغلط في العقائد المسيحيه عن جهل بقى، عن تخلف، عن غباء، اعملوا له ريبورت، قفلوا الحسابات اللي عليها ناس بتغلط في العقيده، عشان ده نوع من التخلف اللي بيحصل. ده نوع من التخلف، الأخطاء في العقيدة بزيادة، ده نوع من التخلف. نقفل الأكونتات دي بقى عشان ما يضللوش ناس تانية كتير، لو هما مش عايزين يشغلوا دماغك. أبشر اشتبش، فكرتني بالفيديو بتاع أبشر ده، ضحكني. نيد فول 14، لا في آيات بتقول كده يا أخ سبيس. أخش على قناتي على اليوتيوب هتلاقيني شارحها. الأمثال السيد المسيح قالها بعطف ومحاولة تفهيم للناس. قلب المسيحية والمسيح والأمثال دي ما بتخرجش عن حدود الفطرة، يعني ربنا لما جابها جابها من الحاجات الطبيعية اللي حواليهم. أنا ما بشجعش الكرة المصرية أصلا، قول اسامي فيديوهات عشان عندك مليون فيديو. قائمة التشغيل، لا انا ما عنديش لسه مليون فيديو. قائمة التشغيل المسيح هو الله، قائمة التشغيل في البلاي ليست، بلاي ليست قائمة التشغيل المسيح هو الله، هتلاقي المفيد البهريز. ولما تغير بقى وتتوب قول لي. ريال برشلونة، بحب الاثنين دول. الامثال فيها مسحة رمزية، ربنا بيوضح بس ما بيصرحش بكل حاجة موجودة جواه، يشير ولا يثير، يقرب ولا يغرب، يقترب من الحقائق وبتلامس معها دون الخوض في سر الله فيه، يترك العمل للقلب والضمير فيتفاعل السمع مرة يتشفى ويتفاعل. كل ده على اليوتيوب، خش اتفرج على اليوتيوب. المثل صوفي بيحلق بأجنحة المشاعر الروحية. تخيلوا اللي كاتب كده عباس محمد عباس العقاد، أستاذ محمد عباس، عباس محمود العقاد، عباس محمود العقاد. سلام المسيح. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن تسأل حضرتك سؤال. تخيلوا مين؟ عباس محمود العقاد يا راجل. اهو سارة. سلام المسيح، اهلا. بأي دين المسيح؟ بص، حتى مولانا حنا لو هو قال بالقرآن هنقول له السيد المسيح قال على كلام القرآن، يعني السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، مات وبعث حيا، قام يعني، قام وصعد. شوف سبب الزلازل، اهتزاز في القشرة الأرضية. عم الحاج اهتزاز في القشرة الأرضية، هل يملك البابا التحريم أو منع التحريم؟ بس الحرمان مقصود بيها الحرمان، لو حد هرتك
يتعمل مجمع، والمجمع ليه حق ان هو يحرم. عشان كده يا جماعة، في امبارح انا كنت عامل فيديو عن الحرمات الاثنى عشر اللي بابا كرولوس عمود الدين عملها وقالها، وكان معترف بها من كل كنائس العالم، كل كنائس دون استثناء دون استثناء. واللي حصل ان اي حد لا يعترف بان العذراء مريم هي والدة الله، وان الله السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وهو طبيعة واحدة من طبيعتنا بدون انفصال، ونسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، اللي يقول عكس كده يبقى محروم من شركة الكنائس جامعة تما. اللي يقول ان عذراء مش والدة الله يعتبر اناثيمة، أناثيمة يعني محروم من شركة الكنيسة، يعني ما تسمعلوش لأي حد يقول إن العذراء مش والدة الله، لأن خنوم الكلمة خدت الجسد من جسمها. فمن يقول عكس ذلك هو ليس مسيحيا بالمرة بالمرة بتاتا. سلام المسيح. اخواتنا اللي دخلين باكاونتس مش موجود عليها صورة، لو سمحت يستحسن تخشوا باكاونت عليها صورة، الا لظروف معينة، لو كل واحد عنده ظروف معينة اوكي. العقاد بيقسم الامثال، عباس محمود العقاد، استاذ عباس محمود العقاد بيقسمها ايه؟ امثال رمزية، مثلا زي مين؟ زي مين؟ خرج الزارع ليزرع، متى 13، والعذارى الحكمات والجاهلات، متى 25. ده أول تقسيمة. في أمثال الحكمة اللي تعطي كلمات وقوالب حكمة، زي كلمات معدودة مثل لا تعطوا المقدس للكلاب، متى 7-6. لأ لحبيبي زياد، لما انت تقعد في عندي تسمعني لو سمحت، ان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل اهل الذكر، نحن اهل الذكر، فممكن يعني تطيع وتسمع هذا الكلام. العذراء لم تكن متزوجة عم الحاج، مريم ام الله ظهر في الجسد، صح. ليس نبي بلا كرامة الا في وطنه، متى 13:57. هو هنا العقاد مفرقش ما بين الامثال بمعنى قصة كبيرة او بين الامثال بمعنى كلمات، من هو شكرا جيجي، ومعنى كلمات معينة او عبارات معينة. ان لم تقع حبة الحنطة في الارض تموت فهي تبقى وحدها، يوحنا 12:24، لانك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، متى 12:37. المرأة وهي لا تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، يوم يوحنا 16:21، لأنها حيثما تكون الجثة فهناك تكتمل النسور، متى 24:28. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم، يوحنا 4:38. أمثال تشبيهية زي مثلا أنتم ملح الأرض، أنتم المشبه، ملح الأرض المشبه به، فإذا فسد الملح في حالة ده وجه الشبه، حالة ده ردش وجه الشبه. نور العالم برضو، متى 5. غازي ممكن سؤال، ممكن نقول لايف وجيس السلام رب المجد. حبة خردل يأتي قلص في الليل لا يدخل بيت القوي، كل دي أمثال تشبيه. وفي أمثال رمزية، أمثال حكمة، أمثال تشبيه. في أمثال تضاد زي إيه؟ فمن منكم وهو أب يسأل وابنه خبزا أو يعطيه حجرا أو سمكة فيعطيه حية بدل السمكة، رؤى 11:11. نلاحظ حاجة مهمة جدا جدا جدا، أنا بقول للنش وديش سلام المسيح، أهلا 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 أهلا. عباس محمود العقاد دمج الاتنين مع بعض في الشرح، اللي هو البروفيربس اللي هي الامثال الكتابية بمعنى
بمعنى جمل، والامثال اللي هي بارابلز. بارابلز اللي هي ايه؟ اللي عبارة عن قصص. اخرج اولا الخشبة من عينيك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القزم من عيني اخيك. متى 7:5. تلاقي واحد عمال ينتقد ناس ويدين الناس ويطلع عينين ام الناس وهو جواه مليان قذارة. طب يا عم نضف اللي جواك. لا انا هنضف كنت الاول. نضف مين يعني؟ تنضف مين؟ فوق كده وشوف انت ايه اللي جواك الاول عشان تحاول تفوق، يعني تنضف اللي جواك. وبعد ما تنضف اللي جواك تعالى نضفني حبيبي. الاخ اللي بيقول المشرف، ما فيش عندنا مشرفين جابونا. كيف صلب المسيح على الصليب كده؟ تسمر والصلب اترفع الصليب. ماشي. بص يا جماعه، من اللي انا بشوفه في المناظرات اللي انتوا بتعملوها حبايبي، يعني بحس بالشتايم وقرف ووساخه. ما بحبش انا الكلام ده. انا ليا في الكلام ده لما برده في خناقات والكلام ده كله، بس احنا مش هخش في مناظره عشان نشتم في بعضينا، يعني مش مستاهله. شكرا سلال، نور دكتورنا غاية عيش جدع. شكرا. ايه الحكمة من صلب المسيح؟ لدح احكام اهمها ان هو فدانا حبيبي. فدانا يا بابا، فدانا يا عمو. يصفون عن البعوضة ويبلعون الجبل. متى 23:24. حبيبي انت جاي تكلمني عن شيء معين في الدين انت مش فاهمه، تقوم وصفه بطريقة غلط، في حين ان انت ممكن تكون ماشي في حياتك ماشي غلط. ما ينفعش. نظف جواك وتعالى حاكمني، مش مشكله. اللي مسكت في ذات الفعل ربنا قال لها اهو تعالوا يا عم. طب انتوا عارفين ان اللي مسكت في ذات الفعل ليه ربنا مسك اليهود في الوقت ده نفخهم؟ لان المفترض واحد زنى مع واحده، ماشي، مسكتوا الواحده ليه؟ يبقى انتوا عالم لا مؤاخذه. ما هو انتوا سايبين اللي غلط معاها ورايحين تمسكوا في الواحده. ده كان في الشعب اليهودي، فراح عملوا ايه؟ ربنا قال لهم اللي منكم بلا خطيه يرميها باول حجر، ارزعها باول حجر لو انت بلا خطيه. هو يعني في المضمون انتوا تعبانين، انتوا مش كويسين. ليه؟ لان انتوا مسكتوا في واحده ونسيتوا اللي غلط الاساسي معاها. ايه التعب ده؟ ايه الدماغ دي؟ في نوعيه من البشر كده تفضل تدين وتنتقد بزياده عن اللزوم وهي من جواها مليانه غلط ومش موضوعي. لا، انتقد بموضوعي. امسك الموضوع ده 1 2 3 4. الغلط ده عملت كذا، انت عملت كذا. دي نوصل لحلول، دي نوصل لانتقادات. لكن اي حاجه غير كده هري هري وسخف على الفاضي. ومن يهلك نفسي من أجلي يجدها. متى 16:25. من لا يجمع معي فهو يفرق. لوقا 11:23. نلاقي نوعية من الناس ومن البشر كل أهدافهم إن هم يفرقوا ما بين الناس وما بين الخدمات. قصة مضافة تقديم فكر لهود. لا، نلاقي إن في ناس تفتقد الموضوعية، تيجي تكلمهم في نقطة موضوعية تلاقيهم شارد. حبيبي افتح الكتاب المقدس وافتح التقليد المقدس وافهم، وخش الكنائس وافهم. مش عايز تخش الكنائس ما تفهم، ان شاء الله معناك فهمت انت حر، لكن ما تخترع لناش دين جديد ما هيش ناقصاك. هي باظت من ايه؟ باظت ان في واحد قبل كده جه اخترع بدعة مش عليها الناس. الناس لما ابتدعت البدعة دي عملوا دين تاني، طلع دين ام الناس كلها، طلع دين امهم. مش معنى شتيمة، طلع دين امهم يعني كفرهم، مش بالمعنى الشائع ما بيننا والصياعة. لا 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 لا، بمعنى ان هو خد الناس. ايه ده، في روبورتات حاصلة ولا يا جماعة؟ في روبورتس حاصلة بمعنى ان هو جه. لا، ده انا الفكر الصح، ده انا الفكر الصح. دخل شق طبيعة المسيح قال لك ده دول كده، راح جاب ديانة اصلا بتخرف شوية. فليه نعيش في كده ونطلع بدعة تاني؟ ليه؟ اقرا الكتاب المقدس وافهم التقليد
وخش معايا يا عم ببلاش امانه قدام ربنا يا جماعه. انتوا دلوقتي 35، قولوا 38 واحد ولا 40 واحد، هيرضيكوا لما انا دلوقتي عامل 3800 فيديو؟ هروح انا لو عايز اكسب فلوس من ورا قناه اليوتيوب هروح عامل ايه؟ افصل الفيديوهات وما يخشش غير اللي بيدفع دولار في الشهر. دخل لي 1000 واحد بيدفع دولار، يبقى انا دخل لي 1000 دولار في الشهر. كلام جميل، كلام جميل. في المقابل عشان تتفرجوا، طب هي دلوقتي عندكم هي مجانيا، مجانيا انا مسهل عليكم يعني ان انت تفهم تفسيرات الكتاب المقدس وتدور صح، وجايبها لكم على طبق من ذهب مشروحة او متقالة وتمام التمام وبالنصوص. ليه نكسل؟ خش بدل ما تهرتك، بدل ما تبتدع، خش وتفرج. بدل ما تظن ان المسيح مش هو الله، لا خش وتفرج، هتلاقي ادلة من جوه الكتاب المقدس بشرحها بشرحها. ليه متنش التعليقات؟ عشان الموضوع مهم، مش عشان متنش. انا خايف من كتابي؟ لا مش انا يا باشا، لست انا هذا الرجل، لست لزعمتي وشهامتي. الارض لها زوايا اربعة، ايه المشكلة في الزوايا الاربعة؟ هي الارض دائرية، كروية، ايه المشكلة؟ معناها الارتكاز. انت عبيط يا ابني، ده سؤال مش شتيمة، انت اكيد ذكي مش عبيط. الارتكاز، في حاجات اسمها محاور ارتكاز، شمال جنوب شرق غرب، ما خدتهاش في المدرسة؟ عديت على ابتدائي؟ ما انت مش معقول ما تكونش عديت على ابتدائي وماسك تيك توك وبتتكلم في التكنولوجيا، مش معقول. كيف المسيح هو الله وقبل ما يموت قال يا رب لماذا تركتني؟ طب خش وافهم الآية واحدة واحدة وانا ردد عليها برضو في اليوتيوب. ومن يهلك نفسه من أجل يجدها، ممكن يهلك نفسه من أجل يجدها، متى 16:25، دي برضو نركز عليها. في ايه؟ ان ممكن واحد مكسل في الصلاة، واحد مكسل في قراءة الكتاب المقدس، واحد مكسل في الجهاد الروحي، في البعد عن الخطية، في الحاجات دي كلها، فده مكانه فين ده؟ خلاص هيهلك، هيهلك. ما لا يجمع معي فيفرق، لوحة 11:23. انت مش بتجمع في خدمة ربنا يبقى انت بني ادم بتفرق، يبقى انت ضد ارادة ربنا. احذروا هؤلاء الناس، هيعقل النشيد الانشاد هو الله؟ خش على قناتي على اليوتيوب شرحه كامل. الهي والهكم بالطبيعة وبالتبني، خش عليه. يودون قبور انبياء وهم من داخل مملوء عظاما وكل نجاسة. المختصر المفيد بتاع آية متى 23. في كمان أنواع اسمها أمثال القياس، لأني جوعت فأطعمتموني، متى 25:35 لغاية آخرها. دي الخدمة الحقيقية، خدمة الجائع والمحبوس والعطشان والمريض، خدمة القوية. ممكن يبقى جائع حقيقي الأكل، ممكن جائع لمحبة، ممكن جائع لفرح، ممكن جائع لكلمة حلوة. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ متى 6:23. اتقي الله، أنا بتقي، أنت عايز تتقي اتقي، لأنه إن كان بالعود الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟ لوقا 23:31. هم عملوا كده مع الله وهو متجسد. بس يا جماعة بنقول حاجة مهمة جدا، إن اللي عمل كده مين؟ عملوا كده مع المسيح في المجيء الأول. طب والمجيء التاني هتتعكس، اللي مش هيتوب هيتنفخ، باللغة اللي نفهمها كلنا، اللي مش هيتوب هيتنفخ. ربنا كان داخل خناقة مع الشيطان، ما كانش هو طرف فيها، كان الطرف اللي فيها الإنسان، والإنسان وقع في الغلط واتمسك عليه غلط، فربنا اتدخل على الصليب ودفع الثمن
يجي بقى بعد كده الانسان يتنكر من ربنا ويقول له لا ده انت مش حبيبي، ده انا مش هحبك، ده انا مش هحترم دمك. استحمل استحمل تمن ربنا دفعه. فلو هتين حد بيحبك هيتعامل معاك بطريقة كويسة. بالظبط يا بيشو، في المجيء التاني يأتي في مجد ومجد أبي ويدين كل واحد كحسب أعماله. عشان كده بنتمنى وبنقول كرحمتك يا رب ولسه خطايانا، وبنسعى بالتوبة التوبة الدايمة. بما أنكم فعلتموه بأحد هؤلاء إخوتي هؤلاء الأصاغر فبقد فعلتم. متى 25:40. الأمثال دي واقعية. السيد المسيح اتكلم كمان عن مثل مهم جدا يوضح تاريخ إسرائيل كله، مثل الكرمة والكرامين متى 21، وقصة الفداء وقضية الفداء ومجيء الرب مثل السمير الصالح لوقا 10، وفي انسجام كبير جدا ما بين الصورة والحقيقة في مثل الزارع زرع شق شق. ربنا هيدفع التمن عشان ايه؟ هو ربنا يعني يقدر يخفي مغصب؟ لا، ما هو مش ده مش قاضي بشاي بالياسمين. ربنا ما عندوش شاي بالياسمين، ما بيشربش شاي بالياسمين، احنا بنشرب شاي بالياسمين. ممكن انت مين عشان تتكلم عن دين الاسلام؟ حبيبي انا بتكلم عن المسيحية، ايه اللي دخلنا فيه؟ ربنا يهديني. انا مهدي انا مهدي انا مهدي انا مهدي 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 مهدي. انت مهدي؟ قولي قولي انت مهدي ولا لا. كان لحبيبي كرم على الطريق شاغل كل بقى. انتوا لم ترفعوا الصليب عليكم عشان علامة محبة الله لينا. بستاذن حضرتك، ممكن مداخلة؟ ممكن تكتب، ممكن تكتب سهلة يعني، حضرتك ممكن تكتب والدنيا تبقى تمام عادي. مفيش حد مسيحي يرد عليا؟ لا، بيردنا عليك على فكرة. ايه مشكلتك؟ برد عليك حبيبي، برد احنا برد عليك حبيبي. نمسك في الأمثال الكبرى في العهد الجديد. سلام المسيح. اقول لكم ايه نصطاد ايه؟ اسئله دلوقتي ونكمل الامثال بعدين. احنا كده شرحنا جزئيه الدكتور عباس محمود العقاد في شرح امثال المسيح. مين؟ عباس محمود العقاد شرح امثال المسيح. أخبارك يا دكتور؟ نشكر ربنا تمام الحال، نشكر الله. تعمار ورحاب مالهم؟ كانوا زنا وتابوا. اتفرج كده عيلتك فيها حد بيغلط ولا لأ؟ عادي كلنا بنغلط، بس في بيغلط. بيقولك خير الخطائين التوابين، عارفها دي ولا انت مش عارفها؟ مش عارفها صح؟ حبيبي روح اقرا دينك وتعالى كلمني. خير الخطائين ايه؟ التوابين. بقول لك عايز اسالك بس بحس ان ردودك فيها. انا متعصب، انا متعصب جدا للمسيحية طبعا طبعا، والعقيدة الارثوذكسية بالذات طبعا. من حقي اتعصب، مش من حقي ان انا ابقى متطرف. جبل حريب؟ حاضر اشوف لك جغرافيا فين دلوقتي بشوفه لك. حاضر. الخطية وجهت لله غير المحدود، عشان كده بقت صعبة. بس حبيبي الله
الإنسان عمل خطية، فآدم آدم عمل خطية، وأي حد مننا كان هيبقى مكان آدم كان هيعمل كده. يعني جرب أنت تحب واحدة، جرب تحب واحدة، بعد ما تحب الواحدة دي توقعك في غلط، توقعك في مشاكل، هتبقى أنت آدم الجديد، ومراتك حول ضحكت عليك وضحك عليها الشيطان عشان تضحك عليك. فيعني كلنا آدم وكل البنات حواء عادي، يعني كنا نقع في نفس الغلطات. فالله حل المشكلة دي، آدم مات أخطأ، والمسيح مات موت نيابي عن البشرية. عشان كده لو ربنا حسبنا من الأول وهو خلينا، يعني انت كان ممكن تقول ده طب ليه خلقتني، لكن دلوقتي هو دفع الثمن كمان من حقه، حاول يحاسبنا بعد كده بالذات. لا تحكي هيك، لا معلش يا اختي سحر، ادم وحواء كل واحد فينا هو ادم، وكل واحد فينا كل بنت هي حواء، كل واحد فينا ادم وكل بنت هي حواء. ممكن واحدة تخلي الدنيا كلها تبقى جهنم على آدم لو مش وراه في الغلط، لو مش في الصحة تبقى سبب بركة ليه. يعني آدم كده مات وربنا مش راضي عنه لو ما كانش قدم توبة. الله مات ناسوتيا، والناسوت كان متحد باللاهوت، فلذلك وفى العدل الإلهي. مبارك يا رب اسمك للأبد، أمين أمين. حضرتك حط صورتك بعد إذنك برضه. الروح القدس فين قبل ما أولد أبوك؟ موجود أزلي، ثالوث أزلي. لا يعني هو مش كل البنات مش مناح، عسل مش مناح، يعني كل البنات وارد يعملوا زي حواء، وكل الولاد وارد يعملوا زي آدم، ده طبيعة للأسف. احنا مش بنقول الله ثالث ثلاثة، احنا بنقول الله ثالوث، مش عايزين نعيد النقطة دي. خش على اليوتيوب هتلاقيها موجودة. فين كان؟ الله في كل مكان، الله في كل مكان مش مكان معين، الله في كل مكان مش مكان معين. اسمنا مسيحيين بالضبط، هذا هو ابن الحبيب وغير محدود هو اللاهوت وليس الناسوت. الناسوت متحدا باللاهوت فلذلك غير محدود، ناسوتا ولاهوتا. هل في نص بالثالوث في العهد القديم؟ ياه خش على التكوين، وكان روح الله يعرف. نجيب لك التكوين، هالتكوين تكوين واحد واحد اقراه، ايه رأيك تكوين واحد واحد من اول الاصحاح، من اول الاصحاح في البدء وكمل الاخره هتلاقي مكتوب تمن الخطيه موت الرب وحبنا قدم فديه لانه عشان نخلص. بالظبط، دي حقيقه، دي حقيقه. وكان روح الله يرفع ملا بالثالوث، روح الله ملا بالثالوث، تأكد. قال الله روح الله والآب ملا بالثالوث. طب معلش روح افهم عربي وتعالى كلمني يا عم، انت خش تخد محو أمية وتعالى كلمني. الآب كاهن وعاقل وحي بروحه، صح. تخيلوا مين اللي كاتب يا جماعة عبقرية المسيح، تخيلوا مين اللي كاتب يا جماعة عبقرية المسيح، عبقرية أعلى من عمود العقد. أسئلة يا جماعة قبل أن نغلق الفيديو، أسئلة قبل أن نغلق الفيديو، الفيديو قبل ان اغلق. ايه
يا عم مش وقتك انت، ما انا بتغي وما بتغيش، مش وقتك هو تعمل كده يعني كخ. ماذا لو، ايه معنى مرحبا بليز؟ مش عارف انت هتقصد السؤال، السؤال بتاعك يقصد ايه يا حاج؟ يا حاج خلينا السؤال بتاعك يقصد ايه يا حاج؟ يا ولد قول السؤال بتاعك يا سيدي، يا ولد يا ولد هات العطر. هاي ايوه نعمة، ايوه نعمة، لينا ايوه نعمة يا لينا يا عم على كيفك، ده بنقول غير ماشي مش تعليم. شرب الماء وحده مضر يعني يا عم، بس كيف يا جماعة ما تزهوناش، نفس الأسئلة قلت لكم خشوا على اليوتيوب هتلاقوها. هو الله مش ظاهر في شجرة العليقة لموسى، وظهر لإبراهيم، وظهر بشكل رعد وبرق، ففي كوين سارة يا هلا، وظهر بشكل رعد وبرق. ايه هاتون دايما، وانا اديك يعني الدليل، احنا بنتكلم عن الكتاب المقدس، بتدخلنا في حاجة تانية ليه؟ سلام المسيح موسى، دخلنا في حاجة تانية ليه؟ ليه؟ ويدري ليه؟ ليه بتدخلنا في حاجة تانية ليه؟ ليه 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 ليه؟ سلام رب معك، معي يا عم، انت بتتكلم القبلية، اوكي. المسيح قام بالجسد، ايوه يا سلام، اخيرا وصلت، انت وصلت، طب الحمد لله. المسيح يحب السلام، يحب السلام طبعا. انت اي طائفة؟ كلنا المسيحيين بنؤمن ان الله هو الله الكلمة، وبنؤمن ان الثالوث الواحد هو الهنا، وبنؤمن ان عذراء والدة الاله. كيفك دكتورنا الغالي؟ نشكر الله، نشكر الله، مفتقد الجميع، الجميع، اتعب حالك واتفرج على قناة، الله عليك يا بيشو، قناة يوتيوب يا جماعة فيها عروض كتير، يا حبيبي ازاي الله يتولد، كيف خش على قناة على اليوتيوب عشان انت زودت في الأسئلة، يلا خش على قناة على اليوتيوب. هتلاقي الرد تمام التمام تمام التمام يا عم، هو كده صدقني، هو الله كده، الله اتجسد، لا موجود منذ الأزل ولكنه تجسد. قناة على اليوتيوب فوق، مش نشوفها وما تتعبناش. يا ليك وين سارة، ليك وحشة، صدقني أنا كنت هبتدي أنسى الأشياء دي. يا ثانك يو، ثانك يو كوين، ليك وحشة بجد، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. الحمد لله، في فلاور شو، وفي سكيبتر، ربنا قادر يبعت لنا العربية الذهبية. شكرا جزيلا جدا 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 كوين سارة، شكرا جزيلا، بحب الورد جدا، هو بيحبك، هو بيحب فرانكوس. هل الإله مختون ولماذا حرم بوز ختان؟ يا حبيبي مش حرم الختان، كان الناس داخلة مش عايزين تخش الهدية، داخلة على المسيحية على طول، فهو قال لهم كان في ناس بتنادي بالغرلة قطع، ثانك يو، قطع الغرلة، فقال لهم ما نثقلش عليهم، ما ينفعش نثقل عليهم، يمتنعوا عن الزنا والمخنوق وما ذبح للأوثان. وفي النقطة دي مش معناها ان يمتنعوا عن دول بس، بس يقصد البعد التقوي هنا كده، كل شيء صح صح، ابتعدوا عن هذا.
ما ذبح للأوثان والزنا والمخنوق، ويبقوا مسيحيين يتعمدوا ويبقوا مسيحيين. فحاجة لطيفة، بس حاجة حلوة. God bless you Queen Sarah. أكمل أنت صح. شكرا 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 على ثقتك. شكرا شكرا شكرا. نشكر الله، نشكر الرب من أعماق القلب. طبيعي وسطين الصح، طبيعي الحمد لله الحمد لله. طب شو المشكلة من الجسد؟ المولى على العرش استوى. ممكن تشرح لنا معنى هذا النص؟ بس كل سنة شكرا. المسيح بريء من هذا الدين؟ لا، المسيح هقول وضع هذا الدين وهذه الحياة. أنا سايرة شاطرة. شكرا كوين سارة، كده الواحد هيتغدى بالكيكة دي. يا ثانك يو رحمن على العرش. ايوه يعني الرحمن على العرش استوى. افهم معناها وتعالى تقولها لي. هبتولنا انا مسيحية. شوف شو سألتم. انا خير شطرة. طب شو المشكلة نقص؟ ايوه معاك، قريتها 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 جدع. اين المسيح الان؟ بالجسد في ملكوت السماوات، باللاهوت في كل مكان. والناسوت ممكن برضو يبقى في كل مكان، لانه مالئ الكون، لانه متحد باللاهوت. الجسد البشري بتاع المسيح مش مخطئ. الله شبهنا في كل شيء ما خلا الخطيه وحده. الله شبهنا في كل شيء ما خلا ايه؟ الخطيئة وحدها بكل مكان. من فضلك من فضلك عدم مطاردتي. كان رجع مين اللي بيطردك يا عم انت؟ في انت لا اله الا الله. لأن المسيح اتانا يطلب بالناسوت. شبعنا بكل شيء ما خلا الخطيئة وحدها. لما تجسد في الجسد يعني يا عم مش عاجبك روح بلغ عني. بس لو قالوا لك ده في ديانته المسيحيه بيقولوا كده، تطلع من دماغي وهرفع عليك قضيه تعويض. ماشي. كل الاشياء منه وكل الاشياء به وكل الاشياء له. صح 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 أسئلة يا جماعة، والفيديوهات تتحمل كلها بإذن الله على قناتنا على اليوتيوب. نعم يعني نعم. إيه علاقتك بإن الدكتور عازب ولا مش عازب؟ أنتك مين أصلا؟ تدخل في أشياء شخصية ليه؟ قول اللي أنت عايزه. لا يا حبيبي سولف بالظبط. بيشو بيشو تمام. ما قلنا لك هو انت ما تفهمش الرد يا اخ مصطفى. ما احنا قلنا في كل مكان ما لا يكون بلاهوته. يعني تفهمها دي ولا مش صعب عليك؟ صعب عليك صعب عليك صعب عليك. قول لنا صعب عليك. سلام مسيح الجميع. سلام سام. سام انتم من منين جبتوا صوت المسيح؟ من صورة الكفن. صورة الكفن، كفن مقدس. روح تورونتو في إيطاليا وشوف صورة الكفن. سلام رب المجد معكم عمين. سلام. انت مين؟
من أنت يا الذي كاتب هذا؟ هو ابنه بالحق نفسي اشوفك بتضحك. لا بضحك، بس انت ما جيتش في الوقت اللي انا بضحك فيه. واو 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 واو، كوين سارة عاملة شغل عالي قوي النهاردة، جدا جدا جدا. يا يس 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 يس، نحقق المليون دولار واحد. واو واو كوين سارة، ثانك يو ثانك يو ثانك ثانك يو ثانك يو. يا ترى هتعملها؟ يا ترى هنحققها النهاردة ولا ايه؟ يا ترى هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ ريح يا اخ فنكوشي واركن في حتة ناشفة يا ابني، اسمها كوين سارة، عايز ايه تاني؟ اركن في حتة ناشفة بقى. ثانك يو كوين سارة، ثانك يو كوين سارة، ثانك يو كوين سارة. يو كوين سارة حسد شوية هذا. أي وقت دكتورنا الغالي، رب بارك. شكرا جزيلا جدا، هذا الدعم يفرحني. يعني الهدايا من ضمن الأساليب الحلوة في التقدير. أنا مش عايز حضرتك تزعل مني. لا أنا مش زعلان يا راجل، بشكر ربنا كل ما بشوف كوين بتاع ده. بشكر الله، شكرا يا رب، ما تكونش مرة والله اني احبكم. شكرا، ازيك يا دكتور، نشكر الله. مبسوط مبسوط مبسوط، ثانك يو كوين سارة. الهدايا تعبير غير عن المحبة. يا حلوة 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 قوي الهدايا دي، رائعة رائعة. ثانك يو كوين سارة، ثانك يو ثانك يو ثانك يو. بس بقى الناس حتى مناخيرها ام المليون دولار، حاطين مناخيرهم في ام المليون دولار. يا جماعه اصبروا، ده انا بقالي كنت واو كوين سارة مش هيصلنا النهارده على الاخر. الله الله الله، عامله احلى شغل واحلى واجب. ثانك يو كوين سارة، مش عارف اقول ايه ولا بكسف. شكرا 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 شكرا. كل يوم تلاقي حد لما يجي لي هدايا تلاقي حلم مليون دولار ويبقى باصص لك كده في الهدية. هبعتت له ايه؟ هبعتت له ايه؟ بعتت له ايه؟ هو بص بقى، واحد او كروس راح يبارك. ابعتي ابعتي يا عم، اسكت بقى يا عم، سيب الناس تبعت زي ما هي عايزه تبعت. انت من ده من ايه ده؟ انتوا عالم فظيع يا جماعه. مليون جنيه ممكن، لكن دولار صعب. يا حبيبي مفيش حاجه تستعصي على ربنا، مفيش. ده يخلي الواحد مليونير وممكن يخلي الواحد فقير، ما تستعجبش. الظروف بتاعت الكورونا دي يا جماعة خلت ناس كتيرة في اللي طلع فوق وفي اللي اترمى تحت، وفي حاجات عجيبة حصلت دي. عادي يعني يا جماعة، ربنا قادر على كل شيء. دكتور واحنا عندنا بنؤمن بالحسد. اه مبروك مبروك يا دكتور، اول مليون لسه يا حبيبي، لسه يا بابا. اول ما يبقى في اول مليون باذن الله هحاول اطلع واقول لكم يعني
استعجلوش ما تستعجلوش. دكتور بالله يا دكتور، يعني انت مش عاجبك ان انا دكتور؟ واو واو ثانك يو. ايه ولا ايه؟ ثانكس يعني بصي انليمتد ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. العربية الذهبية يا جماعة، ثانك يو. العربية الذهبية جت، العربية الذهبية جت. شكرا كوين سارة، شكرا كوين سارة. هي جت ووفت سارة، وعدت ووفت كوين سارة، وعدت ووفت. واو 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 كوين سارة النهاردة تري هاوس. واو بيت كامل. الله 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 الله. والعربية الذهبية ده رائع النهاردة، يوم عظيم 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 عظيم. شكرا جزيلا جزيلا كوين سارة، جزيلا 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 كوين سارة. مش عارف اقول ايه. شكرا جزيلا 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 كوين سارة. جدا 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 جدا. ايديا ولا ايه؟ العروسة بك ولد، العروسة بك ولد. كوين سارة كوين سارة thank you 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 Queen Sara thank you thank you thank you thank you thank you thank you. Wow 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 wow. Queen Bigad, Queen Sara, Queen Bigad, كوين سارة، كوين بجد، كوين بجد مش زي أي حد. واو ثانك يو كوين سارة، ربنا يحارب تعيشي، ربنا يباركك، ربنا كوين سارة حقيقي، كوين 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 سارة كوين بجد. خلاص عملها بنك مليون دولار تطبع. ثانك يو ثانك يو كوين سارة، من هنا لغاية بكرة. ثانك يو كوين سارة، ثانك يو كوين سارة، كوين سارة. اه طبعا يعني توفيتي وفيتي انت، انا فاكر قلتي لي على موضوع السيارة الذهبية. ثانك يو ثانك يو ثانك يو كوين سارة، كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة. سيدنا اضرب القديسين وشفاعة ربنا يسوع المسيح اولا واخيرا تباركك وتعوضك عن هذه الهدايا العظيمة كوين سارة الرائعة بجد حقيقي، يعني احساس لا يوصف في تاريخ، يعني حاجة رائعة جدا 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 جدا. ربنا يباركك ويعطيك، مش انا كنت عايز مليون دولار، يعطيك 3 4 مليون كمان. انشغلت بالهدايا ونسيت التعليقات، كل التعليقات بتتكلم على الهدايا، هي اما الناس بتحسدنا الهدايا، اما الناس بتتكلم في الهدايا. طب انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ قولولي قولولي. انا بقيت بحس ان ده ليلة دايرتي. انا يعني من كتر الهدايا النهاردة عايز اقولك، يعني هبدأ كوين سارة 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 كوين سارة
كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة كوين سارة أمين 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 يا ريت مش فاهم يا خفا خجلت لا بجد ربنا يفرحك زي العسل كورولوس بيقول تقريبا كوين سارة بعت 350 جنيه النقا والحسد اهو كوين سارة ربنا يفرح قلبك حقيقي عودة 15 مبروك لما اسحبهم مش هقول لك هقول لك لما اسحبهم بكام يا وحش شكرا كوين سارة 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 unlimited بقى إلى ما لا نهاية ربنا يفرح قلبك أيوة تمام خلاص هتتجوز يا أغسطينوس وربنا يكرمك بنت حلال شكرا شكرا تعيش حبيبي أخويا تعيش يا أستاذ الدين بيقولك تنزل فيديو في قرآن ولا أغاني بس يا عم بس الأغاني في حد ذاتها مش غلط اقعد سكت سكت إيه بقى عطية رب وقت تتكسل يا دكتور أوكي أوكي أنا بتعمل إيه تعيش كوين سارة ربنا يفرحك اليوم بس اليوم برعاية كوين سارة طبعا طبعا كوين سارة يعني الدعم اللي مفيش زيه لا بعدي ولا قبلي تحت الاسم ترتيب افضل 15 مش فاهم لا ترتاع ولا تخاف من جوه النساء مين بيرتاع يا عم تقدم للخطبة يا العريس قشطة يا ريس مبروك يا دكتور افضل 15 افضل 15 ايه يا جماعة خدنا التوب ال 15 على مستوى التيك توك حلو قوي حلو قوي 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 على بركة الله فنكوش يعني انا ريدي على بركة الله فنكوش احنا دلوقتي يا جماعة خدنا التوب 15 صح ملحوظة حلوة ماري مارو قالت اعلى 15 واحد على ترتيب التيك توك انجاز فرق كتير الدعم بتاعك كوين سارة في هذا البث شكرا فرق كتير كتير هو التوب 15 الله الله ده بناء على التفاعل بناء على الدعم على الحاجتين خلال الساعة دي انجاز ده انجاز انجاز ثانك يو كوين سارة ثانك يو كوين سارة كوين 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 بجد كوين بجد كوين بجد مش زي اي حد انا ينفع اعمل اعلان يا صح انا قافل الشباك وعاملين كده امال ايه الصوت ده ايه الصوت ده حبيبي اخويا تيجي ايه ده 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 ايه الحاجات الحلوه دي تاني الحاجات الحلوه دي تاني
سارة، ثانك يو كوين سارة. النهارده يوم عظيم، يوم فظيع، يوم عسل، يوم عسل. ثانك يو كوين سارة. شاكوش يا دكتور؟ لا شاكوش ده مش انا مشغله، ده الشاكوش بعيد عني بس انا ما مش جنبه خالص عشان الشاكوش مبهدل الصوت خالص. ثانك يو كوين سارة، مش عارف اقول لك ايه. ثانك يو كوين سارة، كوين سارة، ثانك يو كوين سارة، ثانك يو كوين سارة. الهدايا غيرتني، بقيت في الشاكوش. لا صدقوني الشاكوش ده بعيد عني اصلا، بس الفكرة ان انا لسه ما اشتريتش فيلا، بس بعد النهاردة يعني غالبا اعمل خير واللي اتبقى منه نشتري فيلا بقى بإذن الله. يعني لو اتبقى خير من الحاجات الخير دي في الدعم نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها نشتري بقى فيلا. امين. ثانك يو ثانك يو ثانك يو يا رب. ما انا قلت لكم ربنا قادر على كل شيء، في لحظه ممكن تتحول الدنيا. دكتور اغسطين افضل 15. نشكر الله نشكر الله نشكر الله نشكر الله نشكر الله نشكر الله نشكر الله، وبعد ربنا نشكر كوين سارة. انا كده هنضطر نصور في المطبخ عشان الصوت بتاع الاخ فنكوش منكوش. واو كوين سارة النهاردة هدايا هدايا عسل 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 عسل. كوين سارة مشهيصاني النهاردة شهيصة فظيعة فظيعة فظيعة. ثانك يو. كلنا نقعد في فيلا دكتور اوستين. ماشي عينيا يا جماعة. انت بقيت شريك في التيك توك يا رب. كونفيتيتي ثانك يو كوين سارة. واو 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 واو. شكرا 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 شكرا. واو 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 واو. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. اقول ايه طب يا جماعه، يعني لسان على مدى هذا الشكر لكوين سارة النهارده على هذه كل هذه الهدايا. مش عارف اقول ايه ولا ايه. حقيقي حقيقي مبسوط 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 كتير 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 مبسوط كتير 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 كتير. يا 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 ما تقولش حاجه، اروح اعمل بس اعمل ايه. المهم ربنا يقدرك على فعل خير تعيشي. طبعا 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 هتاخدي دعوات، مش بس شكر زي كده، لا هتاخدي دعوات من كل حاجة هتعمل بيها خير بإذن ربنا. هتاخدي دعوات كتيرة قدام ربنا وصلوات للموضوع ده. حقيقة 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 جدا جدا جدا. يعني نطلع راس البر بقى يا دكتور. ليه راس البر؟ ما نخليها شرم الشيخ أو الغردقة. بس ده كده مش هبقى خير، ده كده هنعيص بالفلوس يعني. دعواتك فين تعيشي؟ ربنا يباركك حقيقي. وانا بدل المليون دولار ربنا يبارك ب 3 4 مليون دولار كمان. ربنا قادر يعني. فرحتوني بعد يومين كده، كانوا راح تحس ان هو يعني مخنوق شويتين من الاحداث، بس الحمد لله الحمد لله يعني. دلوقتي فريش نوعا ما احسن من الاول، خاصة ان ردينا على كتير من الحاجات دي موجودة على اليوتيوب ونشرنا وفهمنا الناس المعنى الصح. يا ريت من فمك نفس. امين ربنا قادر. احنا كل واحد فينا بيجتهد وربنا بيبارك بيبارك. وفي حاجة لو حابة يعني اي حد حابب يزود التيك توك بتاعه المشتركين هيبقى بمبلغ معين لأي حد، وكوين سارة ممكن مجانا مجانا مجانا. ربنا يبارك كل خير. أمين. دكتور قول لنا شعبك وكنيستك.
انا عايز اقولها بس مش في وسط الشاكوش والحاجات دي عشان مش هتعرفوا تسمعوها. في وسط الجو ده صوت معلين والدي جي بشع، يعني ممكن في بس بالليل بحيث ان انا ما بش يعني الصوت يبقى واضح. ابعت لك هديه بس يا اخي، ابعت بوكسر ذهبي. بوكسر خليه لك حبيبي، خلي لك البوكسر حبيبي، يعني بعد ما استحمى وبرميه. ايه العسل ده كرولوس؟ هو شاكوش بقى عندكم ترند يا عم؟ ده بقى عند كله. ما المشكلة ان الناس بقت سايبة الحاجات المهمة وبقت بتتفرج على يعني مهرجانات، مقضينها مهرجانات. فخلينا شابوك 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 وكنيستك يطلبون إليك بك إليك وبك معك إلى الآب قائلين ارحمنا 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 يا الله الأبيض بتلقل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحم. Thank you. Unlimited thank you for you Queen Sara. أمين أمين. ربنا يرحمنا ويفرح الجميع، وأخص بذكر الداعم الرسمي للفيديو اليوم كوين سارة. أنعم على شعبك بوحدانية التقوى، أعطي طمأنينة للعالم الحسن للهوى. أمين. صلواتكم تحبوا البث الجاي الساعة كام بتاع النهاردة عشان نعرف نستمر ويكون الدي جي ده بقى فيستك. عندي تليفون رجع. شكرا 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 100 مليون مرة. شكرا 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 100 مليار مرة. شكرا 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 على ثقتك. تحبوا قبل التليفون يا كوين سارة، تحبوا نطلع نكمل على الساعة كام البث بتاع بالليل، ويبقى يوتيوب ولا تيك توك؟ يبقى يوتيوب ولا تيك توك؟ يوتيوب ولا تيك توك؟ حد يرد عليا يا جماعة، كلكم حد يرد عليا. الساعة كام ويوتيوب ولا تيك توك؟ تيك توك الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ عشرة فوق. اوكي اوكي عشرة فوق. تمام 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 التمام تمام التمام تمام التمام. حلو 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 حلو. متفقين متفقين متفقين. سلام المسيح جميعا. شكرا 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 كويت سارة. ربنا يباركك ويعوضك الكثير والكثير والكثير.
10 اتفقنا، اوكي 10 او بعد هتلاقوني موجود على 10 او بعد. خليكوا اونلاين في الوقت ده، اقابلكوا فيه. هتلا شكرا دكتور، عفوا، امين يا رب، امين. شكر خاص كون سارة لهذا الدعم وتحقيق التوب 15 على مستوى الساعة، امين. ألقاكم على خير، ويكون الجو أهدى بالليل بدل الصوت ده. سلام الله معكم، شكرا للجميع، شكر خاص كوين سارة، شكر خاص، شكر خاص، شكر خاص. ربنا يفرح قلبك، سلام الله معكم.